ممن وقفوا دوما مع المنتخب الجزائري ومع الجزائر منذ حرب التحرير، وكلهم امل اليوم في ان يتردد هذا النشيد كثيرا في مدن ساو باولو برازيليا وريو دي جانيرو 2014 في المشاركه الثانيه او الرابعه ايضا في تاريخ التنافسيه المشاهديه الافاضل تعيشها الجزائر هذه الايام ويعيشها الجزائريون عبر الطلاقه من سفيان بوغولي عن جانبنا، والتوزيعه غير موفقه في وقت كنت اتحدث عن الاجواء الكثير مره في حياته مباراه رسميه مع منتخب الجزائر، كان سبق له يلعب مباريات وديه ويلعب كاحتياط لعبه رسميه، فهذه اول مره يلعبها وكره صعبه لصالح منتخب بوركينا فاسو على جانب خطيره خطيره الحكم صفر، الحكم صفر في التأهل الى مونديال الجنوب افريقيا. كره ممتازه البحث عن اسلام سليماني وكان يوصل الى الثاني وانطلق الهناك عن طريق فوزي بولاد، توزيعات ممتازه فوزي بولاد للاسلام هذه تلعب مونديال في مباراه واحده او مباراتين صعب جدا. انطلق من هناك ليلى سوداني، هذا منه سوداني وزعم الخيمه الثانيه خطيره بعيده على سفيان فرعوني، يا سفيان لم يتمكن من هذه الكره حاولت المراوغه وصلت لمقطع الخير ومع ذلك لم تؤثر لعبه الميدان. هيدا سوداني، هيدا هلال، هيدا هلال، انت نائب يا هلال، اين انت متوجه يا هلال؟ حداني 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 حداني، انت متاخر يا ياسين، انت متاخر، كره صعبه خطيره كان يسجل هدف المرمى. احسنتها احسنتها يا محمد نبيل زماموش، كره في وسط الميدان، هذه الاحتراق الكره الان الخط الذي تغيروا القناه، ارجو ان يعودوا بعد الرجال شيء ماذا يحدث او يستمعون. فقولي في ترتيب هذه الركنيه مرفوعه هدف الراس دفاعي دخل فوقي راعي فوق الكره المرفوعه تسترجع عن طريق نصر الدين والد يلعبها من هناك مع نادي الاحسن، نادي الاحسن يساقون الخضر ومن المنتخبين البيض الجزائريين، البيض ليس البيض الاتحاد السيد ابيض جاء الهدف وجاء الفرج الان في هذه اللحظات يا مجيد، اضرب شويه في الكلمات، تدخلها شويه في القوه. المباراه السيناريو مثل هذا انا لم كنت اعلق على المباراه لما شاهدتها، صدقوني لو لم اعلق على المباراه لما شاهدتها، لما شاهدتها بترويبا، لما شاهدتها بترويبا. يا محمد يا زي مابوش، محمد الطاولي في القائم الاول يا سفيان، في القائم الاول يا سفيان، يرفع القائم الثاني سفيان. واو مرت ببضع سنتيمترات فقط هذه الكره من سفيان فغولي، رماها في القائمه الثانيه امام الحارس وإلى الكره طاس بالراس، يلعبها من هناك متاخر يا خوالد الطراوري. الكل خطير الطراوري، خطير في تسديده الطراوري، هذا الطراوري قاتل. التسديده من طراوري سيبيلي. يا خوالد يا خوالد يا خوالد يا خوالد ارجعوا للخلف، الكره بالديناميه. يا زي مابوش، يا بوقره يا بوقره يا بوقره يا بوقره يا بوقره يا بوقره. ايوا يا اللحظات الاخيره كم هي صعبه، اللحظات الاخيره كم هي صعبه، اللحظات الاخيره كم هي صعبه، اللحظات الاخيره. صبرا اهل الجزائر، صبرا اهل الجزائر. لا اريد ان اشاهد هذه الركنيه، لا اريد ان اشاهد هذه الركنيه ارضيه. والحكم ماذا قال؟ الحكم ماذا قال؟ تعاد. لماذا تعاد سيد الحكم؟ لماذا تعاد سيد الحكم؟ لماذا تعاد يا سيد الحكم؟ الكره في الركنيه مره اخرى، عندما تعاد راح ينفذها احسن مما نفذها الان، عندما تعاد راح ينفذها احسن مما نفذها الان. اي 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 اي. شكرا ايها القائد، شكرا، شكرا لك ايها القائد، شكرا. اي 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 اي. طنسي بالراس، الكره صعبه وخطيره. يلا يلا يا سوداني، شكرا لك ايها القائد، شكرا لك ايها القائد. الحكم قال 4 دقائق، الحكم قال 4 دقائق. يلا يا جماهير الخضر، يلا يلا يا. ال4 دقائق كم ستكون طويله، ال4 دقائق كم ستكون طويله وشاقه. الكره على الجهه اليمنى مباشره مع بريجيس المحكومه، يلعبها في وسط الميدان. الكره مرفوعه، مرفوعه يا مجيد يا بوقره، بونسي معاك يا مجيد يا بوقره، بونسي معاك يا مجيد يا بوقره. يا محمد يا لمين يا زمام، شكرا. يلتقط هذه الكره دفاع المنتخب الجزائري في اللحظات الاخيره. ماذا حدث منذ حين؟ كيف ضربت الكره في القائم؟ كيف ضربت الكره في القائم؟ قلت لكم بالله الكره غداره وصعبه، غداره الكره وصعبه، غداره الكره وصعبه. الحكم صفر، لا ما صفرش، لا لم يصفر، صفر نعم. اوبا 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 اوبا. الله اكبر، الله الله. يا سلام عليك يا جزائر، الله الله. أما الله 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 يا جزائر. المنتخب الجزائري في المونديال، نعم للمرة الثانية على التوالي، الرابعة في التاريخ. الله أكبر على جزائر نوفمبر التي لا تخسر في صار نوفمبر. الجزائريون لم يكتبوا التاريخ اليوم لأنهم سبق لهم وأن فعلوا ذلك 3 مرات، وإنما التاريخ هو الذي سيكتب بأن الجزائر تأهلت إلى المونديال للمرة الرابعة بجدارة واستحقاق، وجيل آخر من الشبان، من المحترفين ومن المحليين الذين أبانوا عن عشق. هل صفر الحكم أم لا؟ صراحة ال4 دقائق لم تنتهي، ال4 دقائق لم تنتهي. الحكم صفر، نعم صفر، الحكم صفر، نعم سكر، الحكم صفر، نعم سكر. شكرا لك يا حليلوزيتش، نقول لك فقط شكرا على أنك صرت جزائريا بامتياز، ومبروك على إليك التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي، بعدما كنت كوت ديفوار منذ 4 سنوات وحرموك من الإشراف على منتخبها في جنوب أفريقيا. من أجل التأهل إلى الدور الثاني وليس من أجل المشاركة كما قلت. يكفي أنك من المدربين القلائل الذين أشرفوا على الجزائر ولم يحتج عليه الجمهور الجزائري مرة واحدة، رغم خياراتك التي كانت جريئة، ورغم الانتقادات القاسية لبعض الفنيين الذين أحرجتهم بعملك وطالبوا برحيلك في شهر يناير بعد كأس أمم أفريقيا في جنوب أفريقيا، لكنك أظهرت بأنك جزائري أكثر من بعض الجزائريين الذين كانوا للأسف الشديد يحزنون لفوز الجزائر في كرة القدم. قلت لكم يقال بأن الذي لم يشارك في نهائيات كأس العالم فكأنما لم يشارك، ولكن اليوم أقول بأن الذي لم يشارك في البرازيل فكأنه لم يلعب كأس العالم، لم يلعب كأس العالم. الجزائريون لا يشجعون الجزائر في انتصاراتها لأنهم يعشقون الجزائر قبل أن يعشقوا منتخبها. أكررها وأقول، أكررها وأقول، في الأخير ومن يقول عدل، إن خانتني حروفي وكلماتي، لأن قواميس وحروف وكلمات الدنيا لن تكفي للتعبير عن مشاعرنا الليلة. نعم أرجو العذر لأنني مجرد عاشق من بين الملايين، من بين الملايين حاول أن يتغنى بحب هذا الوطن في لحظات